صباح نور من جديد. توا 57 دقيقة على كابا فهم. شكرا لاختياركم موجودنا. نمشيو نعملو طلع على حكاية من حكاية زمان. حكاية اليوم مش تكون حكاية زوز فرسان عابرين المرحوم عبد العزيز العروي. تقول الحكاية انه فما زوز فرسان عابرين سبيل في زمان السابق، لكن فما كراهب ولا طيارات ركبين على الخيل. زوز أصحاب نهار كامل وهما سيرين على الأرض غايرين مع غروب الشمس، يشوفوا في بيت شعر خيمة بلغتنا توا على بعيد. في الوقت هذاك ما كان حتى تحدي بيت البرة، لأنه الإنسان إذا منع من السراق والقطعية ما يمنعش من الهوايش الذياب والأفاعي. هاي مشاو للبيت هذاك، ومن بعيد يشوفوا في حركة كبيرة خدام وحركة بيت شعر متاع ناس مبسوطين، زرابي حرير وريحة عنبر. هيا وصلوا قالوا ضيف ربي، قالوا لهم مرحبا بكم اتفضلوا. وزوز خدام شد كل واحد حصان، نحالوا سرجوا حطلوا الماء والعلفة، ودخلوا زوز رجل للبيت شعر، غسلوا ديهم وشربوا الماء. وخادم جايب البن البارد، وخادم جايب منشفة، ويشوفوا في زوز خدام آخرين خرجوا كبش وتكا وذبحوا فيها. دونك فهموا لي هذاك العشاء لهم هما، وجا الليل حضر العشاء وتحطت الطاولة كسكسي باللحم تشوفوا بالعينيك تشبع. لكن قام واحد من زوز فرسان وقال للخادم وينو مولا الدار، ما ينجمش يجي يتعشى معانا؟ قال له سيدنا ما ينجمش. هيا تعشاو هك زوز فرسان وتحمدوا ربي وشكروه، وحضرت صينية التاي شربوه وهما ساهرين يحكيو. هيا جا وقت النوم، قالوا زوز فرسان وين مولا الدار؟ بيت شعر ما ينجمش يجي يقعد حثانا شوية ونشكروه على فضله وحسن ضيافته. قال الخادم سيدنا ما ينجمش يجي. أيا ولاو هيك زوز فرسان رقدوا، قاموا صباح يلقاو فطاير وزبدة وعسل وزيت وفطور سلايط حاضرين، كلاو وشبعوا طلعوا من الخيمة وجاو باش يركبوا على الخيل متاعهم. عاودوا سألوا على مور الدار ما يجمش يجي يشوفهم، إذا أنه الخادم قالهم سيدنا ما يجمش، أما تنقلوا له وما تقلقوش أرواحكم أقصدوا ربي. ركبوا هاك زوز فرسان على الخيل وقصدوا ربي نهار كامل من بر البر وهما سايرين فوق الارض غايرين، حتى لين عشات العشيه ويشوفوا من بعيد في خيمه جايه فوق جبل. قالوا الليله نباتوا لهنا. وصلوا للخيمه يلقاو الريح يصرفق فيها والرقع تحسب تغلط، وخرجت مراه كبيره قالت يا مرحبا بكم اولادي. قالوا لها ضيف ربي. قالت لهم مرحبا اتفضلوا. وربطت كل واحد منهم حصان نتاعو في جذع الشجره ومدت لهم الماء، غسلوا ديهم وبردوا حالتهم ودخلوا لداخل وهما هكاكا. وجا الراجل الكبير يشوف في زوز فرسان مربوطين، قال للمراه شكون هالخيل لشكون هالخيل؟ قالت له ضيف زوز رجال. قالها هالنهار سعيد، ودخل يجري مرحبا بولادي ويسأل ويسلم، وجاب معاه شوية خبيزة وقال للمرأة هيا يا مرأة طيب العشاء بها الخبيزة. قالت يا راجلتي حتى الزيت ما عنديش. قالها طيب بركب الموجود، كان جا عندي راني ذبحت لهم. هيا بدات المرأة الكبيرة طيب في طرف دقيق متاع شعير وشوية خبيزة والشايب، تخلي حتى زوز فرسان ويحكي معاهم على منين جاوا وشنو جابهم لهالبر، وتعرفوا على سيفلان وسيفلان وحديث يجبد حديث، حتى لين حضر العشاء تحطت الطاولة وبداو ياكلوا كسكسي شعير بالخبيزة يجرح القرجومة، لكن زوز فرسان ياكلوا وعاملين كيف وحديث هيك الشايب منسيهم في الخبيزة وكسكسي الشعير وهما شيخين وعاملين جو ويحمدوا في ربي ويشكروا فيه. قالت المرأة هات التاي. قالت له يا حسرة على التاي، تي عندي حفنة صغيرة ما طيبش كاس. قالها طيب وما كان ما جاش بنين يجي باهي، وعملت التاي وشربوه وهما يحكيوا ويضحكوا. وهيك الشايب يحكي لهم على صغره وعلى مغامراته وهما عاملين 66 كيف. وجا وقت النوم رقدوا، وفي الصباح وقت قاموا هيك الشايب والعزوزة ما عندهم حد شي باش يفطروا زوز فرسان، حسبوا رواحهم مساكن ما يعرفوش باللي العباد تفطر الصباح. وزوز فرسان زادا حسبوا رواحهم مش متعودين يفطروا. هاي سيدي بقاوهم على خير وقالوا لهم بالله يزورونا مرة أخرى وتشكروا فضلهم. بعد ما مشاو شوية قام واحد من زوز فرسان وقال خبيزة من عند باشر، وهذاك حد النعيمة، ولا كبش من عند كاشر لا يعرف قيمة للإنسان. هذه حكاية زوز فرسان من روائع عبد العزيز العروي. احنا شوية آخر دخل معنا سيدة ثريا النيفر الكاتبة العامة لهيئة اتصالية دلاب، باش نحكيو على الموسمية وقتاش تبدا الحملة والكمية المتوفرة. ترتيحة صغيرة بالموسيقى وراجعين.